يصحح عقيدته، يصحح عقيدته عن هالطريق، يحرف الآية لتصحيح عقيدته، يحرفها للآية حتى يصحح عقيدته. يعني مثلا افرض واحد تناسخي من التناسخيين، هذا التناسخي شنو عقيدته؟ تناسخي عقيدته ان العقاب النار والعقاب يصير بالدنيا. شلون يعني؟ يقول اذا واحد مات وهو اعماله طيبة، اذا مات واحد واعماله طيبة الله ينقل روحه لوين؟ ينقل روحه الى جسم من اجسام الطيور الجميلة، بلبل مثلا او من الاطيار الانيقة. واذا لا واحد عمل شيء كافر والله يريد يدخل الكافر للجنة، شو يسوي؟ يقول يجيب هذا ابو العمل السيء، من يموت ينقل روحه الى جمل، ينذبح الجمل ينقل روحه الى بقرة، تنذبح البقرة ينقل روحه الى خروف، ينذبح الخروف الى دجاجة، تنذبح الدجاجة الى حيوان صغير، الى ان يوصل الى دودة الطب بثقب الابرة. اذا طبت بثقب الابرة حتى ذاك الوقت الله عز وجل يدخل الكافر، مو ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يقول اول ما ينحط بجمل ويتنازل، انت شايف شلون يعني؟ شلون عبث؟ اولا ترى الجمل مو المقصود به البعير، الجمل يعني الحبل الغليظ اسمه جمل تسميه العرب، يعني حتى يدخل الجمل. يعني القرآن الكريم يقول ان الكافر مستحيل يطب الى الجنة، مثل الحبل الغليظ شلون ما يطب بثقب الابرة هكذا. هذا جاي بالآية كلها مرغ الكرام في الآية حتى شرح عقيدته. هذا اللون من التحريف موجود على مستوى كبير جدا في تراثنا مع الأسف.